السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مها مصطفى وانتوا بتتابعوني على قناة English with مها. النهاردة ان شاء الله هنكمل مع بعض شرح منهج كي جي 1 كونكت يونت 4 الوحدة الرابعة My Family عائلتي. اول حاجه بنتعرف عليها في الوحده الرابعه هي العائله family grandpa grandma grandpa جد grandma جد grandpa grandma grandpa grandma daddy mommy brother sister daddy الأب mommy الأم brother الأخ sister الأخت daddy mommy brother sister daddy mommy brother sister I help my family. I help my family. I أنا help فعل بمعنى يساعد my family عائلتي. فأول سورة I help my sister. I help my sister. أنا بساعد أختي. في السورة الثانية I help my daddy. I help my daddy. بساعد بابا. في السورة الثالثة I help my brother I help my brother بساعد أخويا I help my sister I help my daddy I help my brother My family tree شجرة العائلة هنا الصفحة دي في الكتاب بيطلب من الطالب ان هو يعمل الفاميلي تري الخاصة بيه شجرة العائلة هيبدأ ان هو يرسم شجرة وبعدين يحط ايده في الوان مية وبعدين يطبع بايده في الورقة دي عشان يكون تري وبعدين يجيب الفاميلي بيكتشرز صور العائلة الخاصة بيه ويحطها مكان ايده ودي تبقى الفاميلي تري Phonics time, phonics time. Letter D, its sound is D, 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 as in dog, doll, duck, daddy, D, dog, D, doll, D, duck, D, daddy. Please. Listen carefully and repeat after me. Dog, doll, duck, daddy. Dog, doll, duck, daddy. هنا الصفحة دي في الكتاب جزء خاص بالساينس العلوم هنا مطلوب من الطالب look and match look انظر match وصل بابي موصلها بالدوغ الكلب الصغير موصله بالكلب الكبير هنبدأ نبص على الصورة التانية duckling هنوصلها احنا بالدوغ duckling يعني بطة صغيرة هنوصلها بالدوغ seeds البذور هنوصلها بال tree الشجرة وآخر حاجة mommy هنوصلها ب baby mommy الأم
بيبي هو الطفل الصغير، يبقى احنا عندنا هنا بابي، دوغ، دوغلينج، دوغ، سيدز، تري، مامي، بيبي. Again, puppy, dog, duckling, duck, seeds, tree, mommy, baby. آخر حاجة معنا في unit 4، الوحدة الأخيرة في منهج KG1 Connect، هي numbers from 1 to 5. طبعا بيطلب منه count, match and track. count ان هو يعد، match بعدين يوصل، track يبدأ يمشي على النقط دي عشان يكتب الأرقام. 1 2 3 3 books، بعدين 1 2 2 pencils، 1 2 3 4 4 1 1 mug، 1 2 3 4 5 5 tables. هنوصلها بنمبر 5. So again 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. وبكده نكون وصلنا لنهاية شرح منهج KG1 Connect الخاص بمادة اللغة الإنجليزية للترم الأول كامل، 4 وحدات كاملين. أتمنى أكون ساعدتكم على قد ما أقدر. ما تنسوش أن أنتوا تشتركوا معايا في القناة عن طريق أن أنتوا تضغطوا على زر اشتراك أو سبسكرايب تحت الفيديو ده، وتضغطوا على اللايك الموجود تحت الفيديو. كنت معاكم مسز مها مصطفى. See you in the next video. Bye.